وصلنا لمحطتنا الأخيرة فرح، ويعتبر فقدان الأسنان يمكن من المشاكل اللي بيعانوا منها كبار السن أو بعض الأشخاص اللي ممكن يخسروا أسنانهم وبالتالي بيفقدوا وظيفة الأسنان المهمة جدا، حتى الوظيفة الجمالية وحتى طريقة الحديث أو طريقة الأكل. بيجي بهذا المجال مجال تعويضات الأسنان اللي رح نحكي أكثر عنه وعنا وظائفه مع الأستاذ حسان نور الدين اختصاصي بتعويضات الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، الله يسعد صباحكم، صباح المشاهدين معنا. صباح الخير أستاذ حسان عن جديد، وبالبداية خلينا نعرف من حضرتك شو بنقصد بالتعويضات السنية بشكل عام قبل ما نفوت بحديثنا. هلا الإنسان مع الأيام عم يخسر أسنانه بسبب حادث، بسبب نقص عناية، أو أحيانا ولاديا بيكون عنده نقص لسبب وآخر. فتعويضات الأسنان صارت خاصة مع الأيام الحديثة الجديدة اللي مع التطور التقني كتير صار في عنا إمكانية نعوض عن الأسنان بأوضاع كتير صعبة، حتى ممكن مثلا مثل سوريا عنا بسبب إصابات الحرب عنا فقد للأسنان عم يكون كبير كتير، صار في عنا إمكانيات نقدم تعويضات حتى عظمية للفكين. نعم، خلينا نحكي عن مجالات تعويضات السنية وكيف بتتم. هلا في عنا مجال اللي هو التجميل، اللي هو اكثر شيء الناس عم تركض وراه ومهتمه فيه، خاصه الصبايا مثل نكون مهتمين بموضوع انه يكون الاسنان اللي هي الموضه هلا الهوليود سماي بسموها، او الالوان البليتش الفاتحه كثير. هلا هي موضه بكره بدها تروح اكيد، انا متاكد يعني، لانه مو شيء طبيعي الالوان اللي عم يسوها. هي مجال. مجال ثاني فقد اسنان مع الايام عم يكون عم نعوض بدالهم، احيانا مع العمر الكبير عم تفقد الاسنان كلها عم نعمل تعويضات اكبر بكثير. هلا هذا شق تعويض وشق تجميل. الشق الثالث هو التعويضات الجراحيه اللي حكيت عنها بشوي، في عندي نماذج هلا بنحكي عنها، اللي هي قطعه من العظم رايحه فقد فك علوي، فك سفلي، مفصل، احيانا عم نقدر نعوض عنهم حتى يرجع الانسان قدر الامكان، اكيد مو من خلقة رب العالمين، بس قدر الامكان نكون نقرب من اللي الله اكرمنا فيه. نعم، يعني أستاذ اليوم تجميل الأسنان أو ناحية العناية بالأسنان عم تختلف وإلى مجالات كتير كبيرة، يمكن من زراعة لتعويضات، بس تختلف يمكن التكاليف والقيمة المادية. شو محاسن التعويضات بالنسبة للأشخاص وشو ممكن تكون سيئاتها؟ هلأ الأول شيء من أهم المحاسن أنه أنا بقدر أعوض عن وظيفة الأكل اللي هي أهم شيء حتى يعيش الإنسان، لازم يأكل. وظيفة الأكل كتير مهمة، هي عم نحاول نعوض عنها. طبعا القصة كتير معقدة، هذا السؤال يعني له تشعبات كتيرة. واحدة منهم زراعة الأسنان، بعد ما زرعنا الزرعة بالعظم اللي هي مثل نحن نبسطها برغي نزل بالعظم، بعد ما نركب عليها التيجان اللي هن الأسنان اللي هي النتيجة بدها كتجميل وكوظيفة للأكل. هي القصة صارت كتير معقدة ومشعبة، ولا أجزاء قسم منها بالعيادة عند الطبيب وقسم بالمخبر، وحتى المخابر صارت اختصاصات، مين مختص بالزرع، مين مختص بالتعويضات الجراحية، مين مختص بالتجميل أو التعويضات البسيطة العادية اللي هي يعني عم نعوض عن سن أو سنين أو جسر هيك شيء. أكيد، يعني عملكم هو دائما مرتبط بطبيب الأسنان، واللي هو أساسا بيكون الأساس لحتى ينتقل المريض ويوصل لعندكم اللي بحاجة لأي شيء من الشكل التعويضي. خلينا نتعرف على الأشكال اللي موجودة مع حضرتك ونحكي عنها لو سمحت. تمام، نحن المرحلة الأولى من العمل للتعويض هي المرحلة الأولى بالعيادة، الطبيب عم يجهز الحالة يدرسها بالتعاون معنا حسب شو بتحتاج. بعدين بعد ما نقرر شو خطة العلاج اللي بدنا نساويها، مثلا هلأ الجديد انه انا بدي انه جمجمة المريض اللي عندي لتعويضات مثل هي، مثلا هلأ هي المريض بعد كم يوم العملية تبعه اكل طلق ناري طاير الفك العلوي كلياته، ما عنده فك علوي. هلأ قدرنا نتيجة التطور بالتقنيات الحديثة اللي وصلت لإيدينا الحمد لله انه صورنا الجمجمة بالأبعاد الثلاثية وصارت عندي مثل هي مثلا، كمان نفس العملية الجمجمة تصورت وصارت عندي بين ايدي، صممت التعويض تبعي انا عن طريق نسخ الجزء السليم للجزء الناقص ميرور، وصممنا القطعة هي. وهلأ صار في عنا تقنية طباعة المعدن بالليزر، هي تقنية كتير حديثة على مستوى العالم كله، هي من احدث التقنيات الحمد لله. صار عنا في جهاز بسوريا، جهازين بسوريا، وبنعمل التعويض. هلأ بصفى كمالة العمل عند الطبيب بده يفتح وينزلها. هي تعويض ثاني لفك علوي، عملنا له الفك العلوي مع تعويض لاحقا، يعني حاطين بالمستقبل خطة العلاج لنوصل الأسنان مع العلم انه طاير الفك العلوي كله. هي فك سفلي
كمان عنده استئصال لسبب واخر بالعياده هن ادرى فيه، هذا قسم عيادي. بس نحن قسمنا نصنع التعويض وعاملين حساب بالمستقبل نعمل له جسر اللي هو النتيجه النهائيه، غير التجميل انه انا عملت له تناظر بوشه عملنا له تعويض لياكل عليه. تمام. استاذ حسان، كثير بنسمع من ابرز الاسئله يلي بيسالوها الناس لما بيروحوا لحتى يعملوا تعويضات انه طريقه كلامي ممكن تتغير، وفعلا بنشوف اشخاص يمكن تختلف بتتغير طريقه حكيهم وحتى الاحرف عندهم، هذا الشيء نتيجه ممكن يكون خطا بالعمل التعويضات، او هل يمكن يكون سببه يمكن كميه او فقدان عدد الاسنان الموجود؟ تماما. في لما يكون عنده نقص كبير بالاسنان طريقة اللفظ كلها رح تختلف، الأسنان مو بس تجميل ووظيفة أكل، كمان في عندنا وظيفة النطق، مرور الهواء بين الأسنان عم يطلع الحروف الصح أو الخطأ، مثل حرف السين من أكثر الحروف اللي الأسنان إلى دور كبير فيها، تصفيرة الهواء بين الأسنان هي عم تمرق، بده يكون في أسنان إله شكل، لما يكون التعويض خطأ بتلاقي عم يقرط بكل الأحرف، كثير أحرف بيقرط فيها بسبب إنه التعويض المركب بيتمه غلط أو عنده نقص بالتعويض بالأساس يعني. طيب كمان يعني الأطقم أو بدلة الأسنان اللي بنشوف فيه كثير أشخاص وخصوصا كبار السن بيضطروا بمرحلة من المراحل إنه ما يكون في عندهم جسر، لا يكون عندهم طقم كامل، وفي ناس بتقدر انه تعمل عملية تلزيق الطقم، في ناس ما بتحب انه هي تلزق الطقم كل النهار، خلينا نحكي عن كيفية التعامل مع هذا النوع من التعويضات السنية. هلا هي مشكلة كبيرة كمان موضوع الأطقم الكاملة، لأنه أنت عم نحط 14 سن بالفك الواحد وما في عندنا شيء نتمسك فيه سوى موضوع تخلية الهواء الفاكيوم، أنه على الآن مثل ما بتعلق الطبيعة على البلور نفس المبدأ هي تبع اللي بتحمل البشكير. هلا هي كل ما كانت دقة بالعمل وعنده مساحة فك كبيرة تثبت أكثر. هلا صار في عندنا إمكانيات ندعمها بلاصق من البدلات، طبعا اذا في امكانيات حسب الحاله، كل حاله الى ظروفها الخاصه، ما في شيء معمم للكل، كل حاله الى ظروفها. في حالات ممكن نعمل له زرع، مثلا نعمل له 6 زرعات او 8 زرعات للفك الواحد، نعمل له جسر ثابت وامنا البدله المتحركه ورجعنا لاسنان ثابته قدر الامكان، عم نعوض عن شيء. مثلا هي موديل من الموديلات انه ما عندنا ولا سن كلهم زارعينهم وعملنا له جسر ثابت. طبعا هذا بايدي الفريم المعدني ولاحقا راح يكمل لحتى ماشيين بال ده. هلا ركب اسنان كامله وثابته، ما عاد عنده مشكله الحركه تبع الاسنان، الاكل وظيفه الاكل امناها، وظيفه التجميل امناها فيها، بس مكلفه كثير هي لانه الزرعه سعرها غالي. طيب دكتور، اليوم اذا بدنا نحكي عن العمر، هو ممكن يفرض عليكم طريقه معالجه الاسنان ان كان بالزرعه او الجسور او اي طريقه ممكن انتم تختاروها، العمر وحاله الاسنان هي بتفرض عليكم هذا الشيء؟ اكيد، هي من اكثر الشغلات لازم نحطها بعين الاعتبار. الطبيب لما بعثنا الحاله، نحن عندنا موديلات سواء على الكمبيوتر ديجيتال، مثل هلا اغلب شغلنا صار كله ديجيتال على الكمبيوتر، او بين ايدينا كموديلات نشتغل عليها. انا من المعلومات المهمه عندي اني اعرف المريض شو عمره. مثلا المريض لما يكون عمره صغير في عنده حد قاطع شفاف اللي هو المينا تبع الاسنان بتكون كميتها كبيره، فبتلاقي التضاريس كثير قويه تبع الاسنان، الحدبات الحد القاطع بتلاقي كثير فيه تضاريس. بينما الكبير بالعمر انا بيهمني اعرف كمان قديش عمره المريض مشان اعمل حسابي انه انا الشكل اللي عم بعمله بالتعويض تبعي هل بدي اعمله مع تضاريس قويه ولا مسحول، لانه الكبير بعمل تلاقي اسنانه مسحوله، طبقه المينا راحت صفى كل الاسنان بدون تدرج باللون، كلهم لون واحد لانه طبقه المينا راحت. فهي معلومه كثير مهمه موضوع عمر المريض اني انا اعرفها لحتى اعمل شيء بالتعاون مع الطبيب لنوصل لنتيجه تكون ممتازه. وحاله اللثه ودرجه يمكن تعافيها والشفاء كمان بتلعب دور بالتعويضات. اكيد نحن واحده من المرتكزات عندنا اللي بنركب عليها التعويض تبعنا هي اللثه. من اهم الشغلات لما نعمل خاصه بحالات تجميل، انه انا مو بس عم بعمل تجميل للاسنان، حتى اللثة بدي اعملها تجميل. احيانا بتكون لثة نازله تحت كثير من الطرب بقصه الطبيب، بس هي عند الطبيب، او احيانا اذا كثير راجعه نحن لما نعمل تعويض تبعنا هي فريم مثلا هذا، انا عامل مكان اني بدي اعمل لثة هون لاحقا لانه عندي المسافه كبيره كثير، مو معقول اعمل اسنان 2 سم مو مقبوله ابدا. تمام. عندي المسافه 2 سم مجبور عليها، فنحن بنعوض قسم منها لثة. واللثة كمان هي من الشغلات اللي بدها شغل كثير عنا لنطلع تضاريسها اللي كثير دقيقة. أكيد.
كمان استاذ حسان خلينا نحكي عن كيفية التعامل مع خليني اقول هذا النوع من انواع التعويض، وخصوصا اللي بيكون بشكل دائم، المواد اللي بتكون موجودة، اهمية العناية فيهم. يعني بنعرف انه الطبيب لما بيعطي للمريض خليني اقول البدلة بالنهاية بيقول له بدك تتعامل معها مثل ما بتتعامل مع الاسنان، لانه هي بتتصبغ، هي ممكن تنأذى، ممكن تضرك اذا انت ما اعتنيت فيها بعناية فموية. قديه مهم وكيف عم تدرسوا المواد انه يكون في مواد جديدة قدر المستطاع تكون عمرها طويل؟ هلا بموضوع المواد احنا عنا مجال واسع من المواد البسيطة الضعيفة او المستوى الجودة الضعيف للمستوى العالي. مع التطور الايام اللي عم يصير كل مادة كل شيء عم يتطور، حتى مواد الاسنان عم تطور بشكل كبير. يعني من كم سنة كان في عنا اللي هي من المواد الرئيسية عنا الزيركون كان نوع واحد بس، هلا في عنا شيء 6 انواع من الزيركون، هدول عم يعطونا نتائج كثير رائعه وبسرعه عاليه، نتيجه ومستوى كثير قوي. هلا بالنسبه للبدلات اللي عم نحكي عنها، البدله القديمه المفروض تقعد 5 سنين وخلص حاجتها، ومفروض المريض يعتني فيها مثل ما بيعتني باسنانه، بفرشيها بمعجون الاسنان ويحطها بمعقمات دائما. هلا الجديد صارت بدلات الاسنان، رح نقول الديجيتال رح نسميها ببساطه، نفس المواد بس مصنعه بطريقه اعلى بكثير من القديم كنا نستخدمها، ومصممينها مثل ما بنعمل سمايل ديزاين للصبايا، عم نعمله للكبار بالعمر كمان سمايل ديزاين لطقم الاسنان. هلا صار فينا نعمل ونصممه ونصنعه على بالكمبيوترات، يعني بواسطه الكمبيوترات عم نصنعها بجهه بشيء اسمه نظام عمل اسمه الكات كام، عم نصمم حتى طقم الاسنان الكامل لما عم ياخذوا المريض. هلا هو علميا لازم 5 سنين، بس 5 سنين ولا كانه صار له شيء ساده جديد بضل، نتيجه تطور المواد. يعني هي التقنيه اللي هلا قدامنا نحن ما كانت عندنا اياها بنوب من قبل، الحمد لله هلا التطور كثير عم يقدم لنا ميزات لاسناننا. نعم، يعني استاذ حسان شكرا لك، وبتمنى دائما يكون الناس عندهم الوعي، العنايه والمحافظه على اسنانهم لحتى يمكن ما يحتاجوا لكل التعويضات لفتره يمكن زمنيه طويله. وبدي اتشكرك جزيل الشكر. هي شغله مهمه كثير، موضوع اخر كلمه، يعني موضوع العنايه بالاسنان كثير كثير مهم. الله اكرمنا باسنان يعني تعتبر كنز، اللي بيطنش عنا وبيهملها عم يقصر بحق حاله، ما بيهمه حدا ثاني، هو عم يقصر بحق حاله. كثير مهم نعتني باسناننا لحتى يعيشوا معنا لمده طويله. اكيد، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.